السلام عليكم ورحمة الله. اليوم شركة المهندس منقدم لكم مجموعة شركة ThinkCar أو منتجات ThinkCar أو ThinkTool اللي فعلا ثبتت جدارتها والحمد لله، يعني كانت الفيدباك عليها وكانت رضاء الزبائن عليها شيء خرافي بالفعل. يعني الأجهزة مالتهم ما شاء الله، ال خلينا نقول الكفاءة مالتها طغت على كل الأنواع. يعني كمان زمان كانوا يسألون يقول لك شو أفضل نوع، نقول له والله النوع الفلاني، والله مش قادرين نميز. لا، الآن نقول لك بشكل واضح الثينكار حاليا أفضل جهاز موجود في السوق على الإطلاق. يعني تصور هذا نقولها الحين بملء الفم مثل ما يقولوها. طيب احنا يعني خلينا نشرح لكم عن المنتجات اللي موجودة في ثينك تول أو ثينكار. عندك مثلا هذا اللي هو ثينك دياج، هذه الوصلة وصلة احترافية، تمام؟ هاي الوصلة وصلة احترافية فيها كشف اعطال كامل، مسح اعطال كامل. طبعا بتليها الثينك كار برو برضو نفس الاشي، مسح اعطال، كشف اعطال. هاي لو شايفين هاي، شايفين هاي بتدعم الاكتف تيست، تعمل كودينج، تعمل برمجة هيدروليك، برمجة دواسة بترول، يعني فيها 16 برمجية، وقلنا بتعمل اكتف تيست يعني ما شاء الله. طبعا بتنزل برنامجها على الجوال وبعض التابلتات بتضبط معاك انك تنزل عليها، تنزلها بطريقة معينة بالاي بي كي. طبعا لو شايفين هنا عندي الثينك تول لايت، هذا جهاز لو شايفينه يعني رائع جدا، ممتاز جدا، بقيمة بسيطة جدا. جهاز بيكشف اعطال كامل، بمسح اعطال كامل، 6 انش اللي هو الشاشة تبعته، بيشتغل بالكابل، بيعمل اكتف تيست، بيعمل كودينج كمان، بيعمل كل اشي تمام. يعني بس ناقصه شوية بروجرامينج، ولا ما شاء الله جهاز رائع جدا. عندك اللي هو بيجي بتلو اللي هو الثينك تول، الثينك تول هذا 8 انش شاشته، كشف اعطال كامل، مسح اعطال كامل، تمام. اكتف تيست بيسوي، بيشغل الوحدات الخارجيه، يعني في تي بي ام اس منه، فيه برمجه سناسر ثقب العجلات. طبعا هذا الثينك تول لايت شايفينه ما فيهوش برمجه سناسر، بس فيك تضيف له اللي هي التست جن، يعني عندهم اداه صغيره هيك بتضيفها بصير يبرمج السناسر. طبعا هذا قلنا ببرمج السناسر، وهذا ميزته انه بيشتغل بلوتوث وبيشتغل كيبل كمان، بينما هذا بيشتغل فقط كيبل. يعني هذا شايفين الثينك تول هذا فقط كيبل، ما بيشتغلش بالبلوتوث، هذا بيشتغل كيبل وبيشتغل بلوتوث. طيب خلينا نطلع على المستوى الاعلى اللي هو 10 انش، هذا 10 انش الثينك تول ماستر، بيمتاز عن هذا طبعا، بيكشف اعطال كامل، بمسح اعطال كامل، كمان بيعمل اكتف تيست، بيعمل مثلا لايف داتا، بيعمل كل شيء. بالإضافة أن الماستر هذا بدعم البرمجة أونلاين، وهو الوحيد شغال حاليا برمجة أونلاين، تمام، ببرمج مرسيدس وبي أم وغولف وأوديو فوكس فاجن. طبعا بدعم الأداس، إذا بدك الرادار سيستم، طبعا هذاك اللايف ما بدعمش الأداس، لا هو ولا الثينك تول ما بدعمش موضوع الأداس. طبعا هذا مش كل الناس تستخدمه، بده كتات كبيرة وبده واجهات وبده هاي. برضو في خاصية هذا بدعمها اللي هي التوبولوجي، يرسم لك رسمة الشجرة، هاي هذا تكنولوجيا جديدة يعني، وترسم لك الشجرة، شبكة المعلومات اللي مين موصل على مين. هذا ما فيهوش هذا الخاصية ولا هذا، يعني هذا الموديل اللي هو الماستر اكس في كل اشي، يعني كل اشي بنحكي فيه عن هذولا هذا بدعم الماستر اكس. شايفين الماستر اكس، هذا الماستر اكس بدعم كمان خاصية التوبولوجي، بدعم تشغيل الوحدات الخارجية، بدعم اللايف داتا، بدعم البرمجة الاونلاين. طيب شو بيزيد عن الثينك تول العادي؟ شو بيزيد عن الثينك تول العادي؟ بزيد انه هذا في الوصلة مالته، الوصلة مربعة احنا راح نفتحه بعد فترة او فتحناه في فيديو اخر، اللي هي بتدعم البروتوكولات J2534، يعني فيك تستخدمه مثلا تنزل برنامج تيتش ستريم وتشبك عليه، تنزل برنامج جي ام وتشبك عليه، تمام. التي بي ام اس في هذا، تمام، تقدر تضيف وصلة تيست جن معاه، مش موجودة هسه على الطاولة. اذا يعني وصلته اسمها السمارت لينك، السمارت لينك سي، اللي هي وصلة الحمراء الكبيرة هاي اللي بتدعم البروتوكولات الجديدة، الدوي بتدعم لك مثلا J2534، تدعم شغلات كثيرة. طبعا الريستات عددهم في هذا 35 سيرفيس ريست، يعني 35 سيرفيس ريست الماستر اكس بدعم، هذا بدعم 35 سيرفيس ريست كمان نفس الشيء اللي هو الماستر، بينما هذا بدعم 28 سيرفيس ريست، وهذاك بدعم 15 سيرفيس ريست اللي هو ثينك تول لايت. طبعا كلهم بتقبل انك تشبك عليها اللي هو هذا فيديو سكوب بسعر رمزي جدا، ثينك تول فيديو سكوب، تشبكه على هذا، على الجهاز هذا او على الجهاز هذا، لان الهم منافذ، فبتشبكه بصير ايش، يراويك المناطق اللي هي مخفيه.
الفيديو سكوب او اللي عفوا السكوب بوكس هذا اللي هو الاوسيلوسكوب هذا اربعة شانل اوسيلوسكوب يعني في قنوات اربع قنوات تقرا الاشاير وبتعمل الفيديو سكوب تمام عفوا بتعمل الاوسيلوسكوب تقرا الاشاير بتعمل ويف جينيريشن هذا ما يعني بركب عليهم كلهم تقدر انك توصله على الفيديو سكوب توصله على كل هذول يعني من ثينك لايت للثينك تول للثينك ماستر للثينك يعني مش حارمك منه تقدر انك تشتريه وتوصله. في عندنا اشي مهم اللي هو الهيفي ديوتي باكج. الهيفي ديوتي باكج هاي وصلت الشاحنات وصلت ل 24 فولت وصلت ل 24 فولت تقدر تضيفها على اللي هو الماستر اكس الماستر ما تقدر تضيفه على هذا الثينك تول العادي ولا تقدر تضيفه على اللايت. اذا وصلت الشاحنات شايفين هاي ال 24 فولت تقدر تضيفها على هاي. طبعا الوصلة هاي شايفينها السمارت سي بتشتغل شاحنات بس بدها الاوثرايزيشن يعني بدها يعني اللي باخذ من هاي مثلا وناكسو عن طريق الانترنت بيقدر يتواصل معنا نخليه يدفع فاتورة صغيرة ويسوي ويزود عليها الشاحنات لانها الوصلة نفسها. بس برضو هذا في الاكتيفيشن وفي الوصلة. اذا شركة الثينك دياج شركة رهيبة جدا الان اسعار منافسة احنا بالظروف هاي بندور يعني احنا والله احنا عندنا يعني بضاعة كثيرة من جميع الانواع يعني بدون من ناحية ايش نسمي لان علاقتنا معهم ما بدناش اياها تخرب يعني عندنا بضاعة وغالية البضاعة فاحنا صراحة قاعدين منحرقها بشكل او من الاشكال لانه هذا اسعارها خيالية جدا وبتأدي لك كل شيء بس احنا ما راح نخبي اي حقيقة موجودة. الثينكار الثينك تول الان من ارقى وافضل الاجهزة في السوق وكل شيء بدك اياه موجود. طبعا في وصلة مش موجودة يعني سبحان الله مش جاي منها عندنا اللي هي فصلة المفاتيح الاكس بروج تمام الاكس بروج ان شاء الله قريبا راح نوفرها بصير عندك بمان بعطيك مجال انك تبرمج مفاتيح. اطلبوا هاي الاجهزة من شركة المهندس الامارات الشارقة صناعية 17 على 0971500167410. لا تفوتوا الفرصة عروض رهيبة جدا على اجهزة الثينكار الثينك تول. أهلا وسهلا فيكم.